ومرحبا بكم في قناتكم من عيش طبيعيا. عيد بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد بإذن الله. يا ربي يلقاكم الفيديو ديالي على أحسن حال، ودائما دائما كتستمتعوا معنا برحلة التغذية. اليوم وتحت الطلب ديالكم، بما أنكم كنتو شفتوا معايا مجموعة من التحضيرات بالخرشوف المخلل سواء طازجة أو مطهية، غنعرفكم على الطريقة ديال التخليل ديال الخرشوف. وأولا نتعرفوا على الخرشوف البلدي، خرشوف اللي مبقاش كنشوفو في الأسواق. هو هذا كما كتلاحظوا، هو فيه الشوك، يعني باش تعرفوا الفرق بيناتهم قرب لكم شوفوا الشوك، عنده الشوك في الجوانب ديالو، يعني حتى باش ملي كنحيدوه من الارض صراحه يعني صعيب، يعني كيتك والناس على كشاش كيهربوا منه. اول حاجه باش نحيدوه لانه فيه الشوك، واي حاجه كتعرفوا مشوكه فيها سبحان الله فيها الخير، عامر بالشوك. كنردوا البال معاه حتى اللون ديالو، هانتوما كتشوفوا واحد اللون هنايا سبحان الله، يعني غنغسلو غتشوفوا بنفسجي، كيكون ما بين البنفسجي والخضار ديالو سبحان الله، ماشي بحال الخضار ديال الخرشوف الرومي اللي سبحان الله المروريه ما فيهش تماما، او كتكون فقط بعض الشيء. دونك هذا خرشوف مر، ولكن في الوقت ديالو كتكون المروريه ملائمه للاستهلاك البشري سبحان الله. شوف الشوك ديالو شحال كبير باش تعرفوا الفرق. دونك اول فرق كاين في الشوك، من بعد باللون، هانتوما شوفوا اللون حتى الشكل ديالو كيف عامل. اول مرحله غادي نديرو في التخليل هي فقط غادي نغسلوه من التراب بالفرشاة ديالنا المتعوده ديال الخضر، وغادي نشوفو كيفاش غادي نقطعوه باذن الله. الان بعد ما غسلنا الخرشوف ديالنا كما لاحظتوا فقط بالفرشاة، هنا غنخلي لكم باش نوريكم كيف الطريقه اللي عملت بها. يعني كيبقى لنا واحد شويه ديال الشوك هنايا صغير، فقط كناخذو سكين يعني يكون حاد وكنقطعو بهذه الطريقة، هاي كنهبطو معاه بهذا الشكل هذا حتى كنحيدو داك الأشواك اللي كتبقى لينا بالطريقة هاذي. ونفس الشيء الجهة الأخرى، أنا ما عنديش شي حاجة مهمة. دونك الطريقة ديالنا ديال التقطاع كنقطعو بهذا الشكل، شو بغيتو كبير ولا صغير، كنحيدو فقط بعض الأشياء من هنا، يعني مكنحيدوش كلشي. هاد الخيوط اللي كتكون غليظه كتبان لينا غليظه صافي، كنقادو التقطيعه يعني بحال هادي هنايا، نحيدو هادي كنقادو التقطيعه صافي، كنحيدو هذا هنا الا كان غليظ بهذا الشكل هذا. يعني ما كنحكو، يعني كاين شي طرق ما كنحكو، ما كنديرو حتى شي حاجه، كناخذو الخاطر ديالنا. وبطبيعه الحال كنخدمو معنا الاسره ديالنا، يعني كلشي غياكل، ماشي غير انتي اختي، كلشي كياكل. يعني ماشي مهمه خاصه يعني مكتوبه على المراه، كلشي يقدر يدير هذه العمليه، يعني ماشي عمليه صعبه. وكنعملو في القاروره ديالنا نشوف شنو غنحتاجو. دونك هي الطريقه ديال التقطيع عندنا ديال الخرشوف. بالنسبه للتخلي غنحتاجو الليمون البلدي ديالنا الحامض باش ما يتاكسدليناش وكيعطي حتى المذاق طويل، عندنا كذلك الملح البلدي ديالنا نائما من التركيز، وما يخطرناش الماء الحي اللي كما عرفتوا بان التخليل لازمو حياه باش لك البكتيريا النافعه كتنشط وكتقوم بعمليه التخليل سبحان الله. وكتلزمنا قاروره اللي فقط كنغسلوها بالخل او الملح او الحامض فقط، يعني ما كنحتاجوش للتعقيم. وكنقطع على هذا الشيء ونكملوا يعني التتمه ديال التخليل ديالنا. دائما اللي قطعناها كنكونوا حطيناها في الماء ديال التخليل اللي غنشوفوه، مع الماء اللي فيه جوج يعني معلقات كبار ديال الملح البلدي في اطر ديال لتر ديال الماء، وكنحطوا الخرشوف ديالنا وكنعصروا بعض من الليمون ديالنا تما باش ما كيتاكسدش، ونقدروا نوضعوا كذلك اطراف من الليمون. بعد ما قطعناه انتما كتلاحظوا عمرته بالماء المملح، ودرنا قليل من الليمون الحامض وعصرت يعني هذه النسبه الحامضه هذه. دابا غنكمل باش نغطي. السطح يتغطى صافي ونسدو عليه، يعني غنخليوه في مكان، نخليوه في يعني 3 ايام او 5 ايام ديال التخليل. لما يبدا التخليل باذن الله حتى لعمليه التخليل كنوضعوه في الثلاجه. دونك الناس اللي بغاو يحتفظوا به مده طويله كيخلوه فقط يوم واحد في المطبخ، ومن بعد كيردوه لمكان بارد، يعني باش كيكون تخليل بطيء
وكيقدروا يستعملوه فوقاش ما بغاو، وكيكون المذاق ديال التخلي كيكون يعني غير متطور، وكيقدروا يخدموه يستهلكوه فوقاش ما بغاو، وكتبقى حتى الجودة ديال الاحتفاظ به والمذاق ديالو كيبقى مذاق غير لاذع لاذع شيئا ما. والناس اللي بغاو مخلل يعني مخلل 100% كيوضعوه من 3 ل 5 ايام في حرارة المطبخ، ومن بعد كينقلوه للثلاجة او مكان بارد يعني مدة اسبوع تقريبا، يقدروا يتناولوه باذن الله، وكيشوفوا على حسب المذاق الا كانوا بغاوه مازال يكون مخلل كي يسدوا عليه ويعاودوا. من بين شروط كذلك نجاح التخليل وضمان الاحتفاظ به مده طويله باذن الله، هو بان الخرشوف يكون عندنا طري ويلاه يعني خديناه جديد سواء من السوق او من الارض. كل ما كان طري كل ما كانت يعني نسبه التخليل كتكون ناجحه، وحتى مده الاحتفاظ باذن الله كتكون ناجحه. شكرا على المتابعه، والى الملتقى في فيديو جديد باذن الله. ما تنسوا شعارنا دائما مع التغيير دائما نعيش طبيعيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.